بس الاخوه المشاهدين على مش معناتها لجنه المشاهده في الوزاره هي موجوده في كثير من الدول حتى في الدول الاكثر ديمقراطيه. يعني لا يعرض اي فيلم في قاعه سينما دون يحصل على الفيزا ديكسبلوتاسيون على تاشيره البث العرض الفيزا كولتورال اللي يجوز على اللجنه اللي تشوف الافلام. لان كل دول عندها معايير تاعها دينيه تاريخيه سياسيه ايديولوجيه في بعض الحالات توقف عرض افلام، وبالتالي فاللجنه هذه مكلفه بمشاهده ذلك حتى تعطى التصريح، يعني تصريح باش الفيلم يروح لقاعات السينما سواء سينما تجاريه او سينما تاع الروائيه. طيب.